ماما حلمت حلم كتير حلو. حلمت انه حطيتي لي لانش بوكس اتس كورن. واو شو كمان؟ حطيتي لي كورن بوب كورن تشيكن بوب كورن. اكيد حطيت لك فواكه بالحلم باللانش بوكس. صح وكمان اوريو. والله عجبني اللانش بوكس اللي حلمتي فيه يا منى، خليني اعمل لك اياه بالحقيقه. يا ريت يا ماما، كتير كان زاكي، كتير انبسطت. ماما لشو اللانش بوكس؟ اليوم الجمعة دوامنا لـ12. بس ما بيصير تضلي لـ12 من غير أكل، عملت لك لانش بوكس كتير صغير، حطيت لك بوب كورن ومكسرات وتورتية زعتر ولبنة، وأكيد رح أعمل لك سموثي. بالخلاط حطيت موز وتوت وشوفان وشوية عسل مع الحليب، كتير رح تحبي. وهلأ رح أحط لك إياه بالكاسة. يامي بس رح أشيل قبل سموثي. واللانش بوكس ماما شو كانت تيتا تحط لك باللانش بوكس وانتي بالمدرسة؟ ماما كانت دايما تحط لنا باللانش بوكس جبنة المثلثات، وأنا اليوم رح أستعمل جبنة المثلثات من بوك. فبالأول حمصت الخبز ورح أجيب جبنة المثلثات أحطها بالخبز. الحلو فيها إنها سهلة الدهن، كتير طيبة وقوامها كريمي. حطت بالأولى رشة زعتر وبالتانية مربى. يامي. وكمان كانت تحط لنا بوب كورن لأني كتير بحبه، وخضار وفواكه. حطي لي مثلث جبنة. اوكي رح احط لك واحدة بتغمسيها مع الخضار، بس احنا ما كان عندنا لانش بوكس، كنا نحطهم بالاكياس. شكرا ماما.